طرف الرسالة صليب اقبلنا إليك يا الصالة. نحن مستغفرين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا مع معترف بألوهيتك ونصرخ مع جميع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. نظرت الوالدة الحملورة راعي مخلص العالم على صليب معلقا قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبول الخلاص، وأما أعشائي فتلتهب عند الوزراء إلى صلواتك إلى صلواتك الذي أنت خير عينيك كان يا إبني وغيري. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك ترى أجرها القديسة والدتك إلى أنك ولدت لنا مخلص العالم فتخلصنا.